استاد علي عندي وليد بضمور بالدمار. طيب. وما خليت مراجع لا مستشفيات لا شفني، اروح على حسابي يقولوا لي للخارج. طيب. ايه. يعني هو بالوقت الحالي هو على اعتقد على المسكنات والمهدئات اللي هو الديباكين وغيره من هذه الديباكين صح. هو عنده شلل نصفي بالضبط، ديباكين الاعصاب هو. بس حاول انا مو طبيب او صيدلاني واعرف بهذا الموضوع، لكن عندي شويه المام بالموضوع. حاول تقلل من الديباكين اللي يتناوله ابنك الله يحفظه، لان بالتالي يعني بامور سلبيه. استاذ علي راجع الدكتور حتى بالعيون قال لي ما يشتغل الا يسوي العمليه بالخارج بالهند يسوي الدمعه، يلا يشتغل النظر مال عيونه. طيب. اي والله. اذا عمليته خارجيه. اي وانا اناشد من قناه العراقيه المنقره. بس سؤال. تفضل. اريد بعد بشاربه الله وبشاربه. طيب على راسي. انا اريد يشفع لها. ان شاء الله ان شاء الله يسمعون صوتك يا رب. اي إن شاء والله. أنا أسألك سؤال. ابدأ تبو علي، أحس أهلي بالنهران وأنا أريده يتواصل على فدوة. من عيون إن شاء الله. أنا أسألك سؤال. قبل سنة أو سنتين كانت تأكل لجان في مثلا مدينة الطيب أو بقية المستشفيات الأخرى، هذه ياخذون الحالات المرضية طبعا بتأييد من وزارة الصحة. وبالتالي تكون أكو دفعات إلى الخارج، رحت قدمت هذا الموضوع؟ انا ما خليت استاذ علي ابد وداعتك ما خليت هسه حتى يعني مال معين ما طلع له، يعني حتى راتب مال معين ما طلع له. يعني نقدر نقول عليك نقدر نقول عليك انه فريت عكه ومكه وماكو فائده. اي والله ماكو استاذ علي. طيب.